أبدى على الحسن العبقى فالورد تقوى واعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن سيد خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فإن في تقوى الله سبحانه وتعالى فلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. أمة الإسلام، من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها مواسم، هذه المواسم بمثابة المحطات التي يمر بها المسافر في طريقه الذي لا يعلم مدى طوله وقصره إلا الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعلم مدى طوله وقصره إلا الله سبحانه وتعالى. في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نحن بحاجة أيها الأحبة إلى محطات نتوقف فيها، نتزود فيها بالتقوى. هذه المحطات مواسم خير، منة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ونحن سنستقبل بإذن الله تعالى إن أطال الله أعمارنا شهراً من الأشهر الفضيلة، شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بأن أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر يا عباد الله إن لم يغتنمه الإنسان فماذا سيغتنم؟ إن لم يتدارك نفسه في هذا الشهر فمتى سيتدارك نفسه؟ إن لم يتوب في هذا الشهر فيا ليت شعري متى سيتوب؟ إن لم يرق قلبه في هذا الشهر فمتى سيرق وبأي موقف سيرق؟ أمة الإسلام، إن من الغنائم في هذا الشهر أن يحرص الإنسان أشد الحرص على اغتنام وقته، لأن هذا الوقت ثمين جدا، وهو كنز للعقلاء، وهو فرصة لا تعوض، ومن ضيعها فقد ضيع خيرا كثيرا. أمة الإسلام، إن من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها في هذا الشهر المبارك أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نخلص التوبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن التوبة يا عباد الله شأنها عظيم، وحاجة الإنسان إليها جسيمة وأكيدة، لأن الإنسان في رحلته يقترف من الذنوب ومن التقصير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كم من كلمة طائشة خرجت من لساني ولسانك، كم من عمل قمنا به لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كم من غفلة غفلنا فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كم من نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها غفلنا عن شكرها. كل هذه الأمور تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس. كان السلف الصالح إذا أتى رمضان تفرغوا له، وهذا التفرغ يا عباد الله
من شأن المسلم الحصيف الذي يحرص على استغلال الأوقات، فحري بنا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها المشتتات أن نفرغ أنفسنا وأن نفرغ أوقاتنا استعداداً لهذا الشهر المبارك. إنه من العقل ومن الحصافة ومن الذكاء أن يقدم الإنسان قبيل رمضان كل الأمور التي يحتاجها من تسوق وغيره من أمور الدنيا، أن يقدمها قبل رمضان ليتفرغ في رمضان. شهر رمضان يا أمة الإسلام شهر القرآن، بيوت الصالحين لها دوي بذكر الله رب العالمين. إذا لم يكن للبيت دوي في شهر رمضان فمتى سيقرأ القرآن؟ إذا لم يكن هنالك تنافس وتسابق في أفراد الأسرة وبينهم فأين يكون التسابق؟ ومتى يكون التسابق والتنافس يا عباد الله؟ القرآن يا عباد الله عز وفخر لهذه الأمة. عندما ضيعنا القرآن وعندما ابتعدنا عن القرآن رأينا ما رأينا. من عاش مع القرآن فإنه يعيش السعادة كل السعادة، كيف لا؟ وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن نعمته ورحمته وفضله علينا سبحانه وتعالى أن يسره لنا نقرأه ونسمعه ونتدبره. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمن عظم القرآن عظمت فيه نفسه كل الأمور الخيرة، وكان بإذن الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر. شهر رمضان شأنه عظيم يا عباد الله. من هذه الأمور قيام هذا الشهر، فالقيام يا عباد الله دأب الصالحين. كان الصالحون إذا أتى رمضان شمروا وأقاموا الليل وصلوا ما شاء الله أن يصلوا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان، فلما خشي أن تفرض هذه الصلاة على أمته، وهذا من رحمته بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، أصبح يصلي في بيته، وكان يأتيه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان يراجعه القرآن. تأملوا كم من الوقت يبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ومراجعة للقرآن مع جبريل في كل ليلة، كما روى ذلك ابن عباس وهو في صحيح البخاري ومسلم. هذا دأب حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأما التشاغل بأمور كثيرة تافهة فهذا والله من تضييع الفرص يا عباد الله. في هذا الشهر كما يحرص الصالحون وكما يحرص الموفقون على اغتنامه، هناك من يحرص أيضاً على اغتنامه في مجالات أخرى من أفلام ومسلسلات وبرامج هابطة. كل هذا يا عباد الله، كل هذا يا عباد الله ينبغي أن نقف وقفة حاسمة ضده. ينبغي أن نطهر أسماعنا وأبصارنا وبيوتنا من هذه التفاهات ومن هذه المعاصي، إنها لن تجر وربي إلى الأمة إلا وبالاً وضعفاً وخوراً وهزالاً. شهر رمضان إذا لم نرتب أوقاتنا فيه فمتى نرتب أوقاتنا؟ شهر رمضان إذا لم نصل رحمنا فيه فمتى نصل رحمنا؟ شهر رمضان موسم يا عباد الله، فحري بنا أن نتأمل هذه الكلمة. إن التاجر لا يضيع فرصة من الفرص في موسم من مواسم التجارة، ومن ضيعها فهو غافل وهو ملوم وهو خاسر. فكيف بهذه الفرصة التي هي منة من الله سبحانه وتعالى؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، في هذا الشهر المبارك تطهير لكثير من الأمور وتعديل لكثير من السلوك التي ينبغي للمسلم أن يحرص على تطهير ذنوبه وعلى تغيير سلوكه، وسنقف وقفة جادة وحاسمة، واسمحوا لي إن كانت جريئة ولكنها يعلم الله أنها تخرج من قلب محب لكم. في هذا الشهر يا عباد الله 30 يوما، في هذا الشهر يا عباد الله يتوقف المسلم عن كثير من السلوك السيئة لا سيما التدخين، يتوقف سائر النهار. ثم لنتأمل يا عباد الله عندما يأتي الإفطار إلى السحور، ما الذي يمنعه من الاستمرار في التوقف عن التدخين؟ التدخين أيها المدخن بلاء وضرر وخطورة جسيمة على نفسك أولا، والنفس أمانة والجسم أمانة، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الجسد الذي تدخل عليه هذا السم القاتل. ثم تأمل الجوانب الأخرى، تأمل الروائح المنتنة التي تنبعث من نفسك ومن جسمك ومن عرقك، ثم تأمل أيها الحبيب تلك المسلمة البريئة التي تتنفس هذا العبث وهذه الروائح الكريهة، وتأمل حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: إذا دخل البيت بدأ بالسواك، أتدري لماذا؟ حتى يطيب نفسه وهو طيب بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. ألا تتأمل أيها المدخن أن في تدخينك هذا أذى للناس وأذى للملائكة؟ الملائكة إذا قرأ المسلم القرآن أخذته من فيه، وهذا أذى لهم عندما يشمون هذه الرائحة النتنة. ربما لا يدرك ذلك من يدخن، ولكن ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، ليقف وقفة جريئة مع نفسه. هذا الموسم لا ينتهي، وهذا الشهر لا ينتهي إلا وقد أقلعت عن التدخين. التدخين يا عباد الله كما أنه سلوك سيء فهو متلفة للمال، والمال هذا ستسأل عنه أمام الله عز وجل. سعر البكة من كما علمت وربما يكون أكثر يقابل أو يعادل 10 ريالات. تأمل في سنة كاملة كم بكت يدخن هذا المدخن، ولو قلنا 10 ريالات في 360 يوما 3600 ريال. أخي الحبيب، هذا المبلغ لو ادخرته إلى اشتريت لأبنائك بعض اللعب، لو فسحت أبنائك، لو أنفقته في سبيل الله، بلا شك هو خير لك. وربما يقول المدخن: وهذا من تلبيس إبليس، أنا مع ذلك أتصدق. إن كنت تتصدق 1000 أو 2000 فزد عليها ثمن التدخين، فإن في ذلك أجر، وأيضاً أنت ستصدق على نفسك بإقلاعك عن التدخين. التدخين يا عباد الله كما أنه سلوك ليس بإسلامي فهو سلوك وربي ليس بحضاري. من منكم يريد أن يجلس أمام مدخن؟ انظر إلى نفسك أيها المدخن وأنت تدخن، حولت نفسك مصنعا تنفث الدخان من أنفك ومن فمك، بأي عقل نفكر وبأي تفكير نتجرأ على هذا السلوك؟ اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أنقذ شبابنا وكل من وقع في هذا البلاء منه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر مباركا علينا واجعله تطهيرا لنا. اللهم يا سامع الصوت، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا عافيتنا منه يا حي يا قيوم. اللهم أدم أمننا، اللهم أدم أمننا،
وأدم عزنا واستقرارنا ورخاءنا يا حي يا قيوم. اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا حي يا قيوم، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.